اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حسين، كنت بكلمك بقى عن الصعوبات اللي بتواجهكم في المهرجانات، موضوع التسنين والتزوير. طبعا يعني هو مش تزوير على قد ان تسنين في المهرجانات، بتلاقي ولاد كبيره بتلعب في المهرجانات، اكيد بيكون في لجان منطقه القاهره، لكن ده بيأثر على المواهب اللي موجوده. دي مشكله المشاكل، يعني من اكبر المشاكل اللي انت تقابلها موضوع التسنين والتزوير. هي القصة كلها يعني حتى بعد ما يعني هم حاولوا ان هم يعملوا ان الاول البراعم، انت حضرتك عارف ان كان فيها نتائج وكده، دلوقتي لغوا النتائج والكلام ده كله، بس برغم كده ان لسه لحد دلوقتي ان في فرق كتيره برضو بتعمل القصه دي. وللاسف ان اللي بقى يعمل الكلام ده كله بقت فيها احترافيه، يعني بقت صعبه جدا على الاداريين. احنا عندنا على فكره اداريين مميزين جدا، يعني الناس اللي شغاله عايز برضو اديهم حقهم، الناس الاداريين اللي موجودين كلهم في القطاع، سواء في القطاع الناشئين او في البراعم، بصراحه قايمين بشغلهم على قد على مقدار. يعني انت بتلاقي واحد مثلا ممكن بيروح اسوان او بيروح سوهاج او بيروح عشان يسال على مدرسه بالظبط، عشان يسال على مدرسه ولد طبعا، ويروح له البيت ويروح له المنطقه والكلام ده كله. فانا عايز احييهم برده بصراحه، لان هم برده ليهم دور كبير جدا بيساعدنا برده في الكلام ده كله. بس هي القصه كلها ان في ناس لازم العقليه تتغير او الناس تفهم ان القصه مش قصه ان انت ابنك يبقى مميز دلوقتي. ما هو ابنك ممكن يبقى مميز وهو في 5 وجون و6 وجون و7 وجون والقصه دي كلها. انت بتاخد حق ولد تاني، دي جزئيه وربنا ما يرضاش طبعا بكده. وما تفتكرش ان ربنا لما انت هتعمل حاجه زي كده ان ربنا هيديك، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هو بقى مميز في السن ده وفي الوقت ده، طب لما يكبر، لو هو هي اسمها مرحله تعليم وتاسيس، لو ما تاسسش وما اتعلمش كويس، او لو انت بدات مع ابنك بحاجه غلط وانت فاكر ان انت لما هو هيكبر ان هو هيبقى مميز او الكلام ده كله، فدي مشكله من المشاكل. ان الناس كتيره فاكره احنا هنكسب النادي الاهلي، احنا هنكسب فلان، احنا هنكسب كذا، احنا هنكسب كذا. هي قصه مش كده، مش مكسب وخساره، على قد ان انا الولد في السن ده بيتعلم. افهم المرحله دي بتاعه ايه. صح، دي كي جي 1. انا بحب دايما اربط الموضوع بتاع البراعم ده بالدراسه، زي الدراسه بالظبط. مظبوط، لازم تاخد حقك في الـ في الـ في الـ من كي جي 1 والمراحل التدريجيه بتاعه التعليم. نفس القصه في المراحل بتاعه الكوره وانت في البراعم، لازم تاخد برضو وقتك علشان تقدر ان انت لما تيجي تبدا ملعب 11 او الملعب القانوني زي ما احنا ما بنقول، بتكون اتعلمت وخدت الاساسات والكلام ده كله، تبدا ان شاء الله ربنا يكرمك وتكمل.